السلام عليكم. احنا بنتكلم النهاردة على مادة Embedded Systems. أنا عمر العوامري في كلية حاسبات ومعلومات جامعة بنها. النهاردة هنتكلم بموضوع النهاردة عن الـ Interrupts والـ Timers. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الـ Interrupts، دلوقتي احنا هنتكلم على الـ Timers. طيب، هو احنا بنحتاج الـ Timers ليه؟ يعني ده سؤال ممكن يطرح نفسه بالنسبة لنا، احنا عايزين ليه نعمل تايمرز اصلا؟ احنا ممكن يعني في امثلة كتير للكلام ده، منها مثلا انا لو عايز ابدأ اعرف تايم ستامب كده، هو الايفنت بتاعي حصل امتى. الايفنت ده ممكن يكون اي انبوت جاي لي، ببقى محتاج اعرف هو جه امتى، فدي واحدة من الحاجات. ممكن ابدأ اعرف هو الفريكوانسي بتاعت الايفنتس بتاعتي شكلها عامل ازاي. يعني انا عايز اعرف هو الايفنتس بتاعتي الفرق بين كل ايفنت والتاني تايم قد ايه في النص. ممكن برضو ان انا ابقى عايز اعمل تاسك معينة كل وقت محدد او بريودكالي، يعني فانا برضو محتاج ايه تايمر. برضو ممكن ان انا اخش في تاسك، وبعد ما اخش التاسك دي ابقى عايز اعمل ديلي، وبعدين بعد ما يخلص الديلي اقوم رايح اعمل تشيك تاني وشايف ايه، وشايف الانبوت بتاعي او الاوتبوت ان كنت هطلعه. فانت في النهاية برضو ممكن تكون محتاج ديلي. برضو ممكن ان انت تكون عايز تعمل شكل ويف فورمز مثلا وتطلعها على البنز الاوتبوت بنز بتاعتك، سواء انالوج او ديجيتال بقى. فانت برضو محتاج ايه تايمرز عشان تبدأ تحدد البيريود بتاعت الويف فورم اللي انت عايز ايه عايز تطلعها. طيب، احنا عندنا في تايمر ترمينولوجيز كده ممكن نتكلم عنها. هي اول حاجة اسمها الانبوت كابتشر. الانبوت كابتشر دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بن كونكتد على المايكرو كنترولر. البن دي اول لما بيحصل ايفنت، سواء بقى رايزنج ايج ولا فولينج ايج ولا اي تشينج، انت اللي بتحدد الايه الكلام ده، يبدأ يخزن التايم. ده مود من المودز اللي موجودة في التايمرز اللي موجودة جوه الاي في ار. برضو في حاجة تانية بنقول عليها اللي هي الاوتبوت كومبير. الاوتبوت كومبير دي برضو بتبقى عبارة عن بن موجودة برضو على الايه على المايكرو كنترولر، بيقول لك لما انت بتوصل لفاليو محددة انت عامل لها بريسات من قبلها، بيطلع على الاوتبوت كومبير دي لوجيك يا اما زيرو يا اما ايه يا اما وان. فالتو ترمينولوجيز اللي لازم ناخد بالنا منهم وانت بتتعامل مع الاي في ار حاجة اللي هي الانبوت كابتشر والاوتبوت. في محل الدراسة بقى بتاعتنا اللي هي الاتميجا 32 او العيلة بتاعت الاي في ار، في الغالب الدنيا بيبقى عندهم ايه، بيبقى فيه 3 تايمرز، تايمر 0 وتايمر 1 وتايمر 2. كل تايمر منهم بيبقى معاه كاونتر وكلوك علشان تظبط التايمنج ايه بتاعه. العادي ان الكاونتر دوت بينكرمنت كل كلوك سايكل بمرة، ده لحد ما يوصل للفاليو اللي انت ايه البريسات اللي انت عايزها. احنا عندنا التايمر بتاعنا يا اما حالة من اتنين، يا اما بيشتغل على internal clock system او external ايه external source. لان وارد جدا ان انا ابقى مش الكلوك الداخلية اللي موجودة جوه المايكرو كنترولر مش هي اللي ايه اللي انا هحتاجها، وابقى عايز حاجة من بره تبقى هي الكاونتينج او الكلوكينج بتاعي من بره، فبرضو في سماحية ان انت تعمل ايه حاجة زي كده. ده الشكل بقى بتاع السيستم بتاعي او التايمر اركتكشر بيبقى شكله عامل ازاي. وبنقول هنا ان احنا عندنا الكاونتر بتاعي هو ده، وبعد كده انت بتختار الكلوك يا اما تبقى جاية من الاوسيليتور او من اكسترنال سورس. طبعا بيبقى فيه فلاجز، الفلاجز دي هي اللي بتحدد لك منها بقى اللي هيعمل لك الانتربت بتاعك، ان انت حصل اوفر فلو ولا لا. المهم ان لازم يبقى موجود ايه فلاجز. عشان نبدأ نشوف الدنيا بتبقى عاملة ازاي جوه الاتميجا. الاتميجا عامل حركة كده بنقول عليها البري سكيل. البري سكيل ده عبارة عن ايه؟ البري سكيل ان انت ساعات بتبقى الكلوك اللي انت مدخلها اللي هي المين كلوك بتاع
بتاعتك بتاع الكريستال مثلا تبقى كبيرة شوية، وانت في الحموم عايز تعمل عداد بتاعك، العداد بتاعك ده بطيء. مثلا لو احنا في غسالة مثلا او حركة مثلا غلاية او حاجة زي كده، في الغالب التايمرز بتبقى مش بالملي سكنز او المايكرو سكنز، بتبقى بالسكنز وساعات بالمينتس. فده بيبقى محتاج ان انت يا اما تبقى الكنترولر التايمر بتاعه يخلص وانت تعمل عداد داخلي بحيث تقعد تعد لما العداد ده يوصل مثلا ل 100 ولا 200، يبقى هو ده الفاليو بتاعتك. ده واحد من الطرق، او ان احنا نقوم مقللين الكلوك اللي بيعد بيها بحيث ان انت توصل لعدد العداد بتاعتك لما يخلص، يبقى انت وزن التايمر رينج وفي نفس الوقت حققت التايم اللي انت كنت عاوزه. الحركة بتاعت ان انت تبطئ العداد دي او تبطئ العد دي بنقول عليها بريسكيلينج. فانت مثلا لو انت عندك 1 ميجا كلوك وانت كنت عايز حاطط بريسكيل 64، طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الوضع الطبيعي ان لو من غير البريسكيل هتلاقي ان الكلوك او التايمر بتاعك بيتغير مرة كل 1 مايكرو سكند، علشان المايكرو كنترولر الكلوك بتاعته كام؟ 1 ميجا هرتز. انما لو احنا عاملين 64 ميجا او 64 بريسكيل، انا اسف، اللي هو ده معناها ان انت هيحصل لك انكريمنت للتايمر كل 64 ايه؟ كل 64 مايكرو سكند. هنشوف الكلام ده قدام ازاي نعرف نظبطه جوه الايه؟ جوه المايكرو كنترولر. لو احنا جينا على التايمرز نبدأ نقارن بينهم اللي هو تايمر 0 و1 و2، هنلاقي عندنا ان احنا التايمر اللي هو اسمه تايمر 0 وتايمر 2، لو رجعت هتلاقي الفيتشرز بتاعتهم زي بعض بالظبط، ولكن الفرق بيجي فين؟ في تايمر تايمر 1. تايمر 1 هتلاقي ان في اول اختلاف هو ان انت عندك ان ده 16 بيت كاونتر مش 8 بيت كاونتر زي الباقيين. تاني حاجة ان انت عندك ان في خاصية اللي هي الايه؟ الانبوت كابشر عندي. يبقى هما دول الحاجتين اللي بيفرقوا تايمر 1 عن بقية التايمرز اللي هو 0 ايه و2. طيب احنا هنيجي بقى نبدأ نشوف، طالما تايمر 1 ده هو الكبير وهو اللي فيه فيتشرز اكتر، فاحنا هنركز ان احنا نعرف كل حاجة فيه. وهتلاقي انت اللي في تايمر 0 وتايمر 2 هم reduced version من اللي موجود في ايه؟ في تايمر 1. يبقى احنا هتلاقي المنصب معانا دلوقتي في الكلام هو الكلام عن تايمر. طيب تايمر 1 ده احنا بقى قلنا ان هو اولا في 16 بت كاونتر، في 10 بت بريسكيل، يعني تقدر يا اما تقسم الكلوك على 8 او 64 او 256 او 1024. هتلاقي ان انت تقدر تعمل له تريجر، عن التريجر بتاعه عن طريق اللي هو التايمر ايه؟ اوفر فلو انتربت، وده لما توصل لايه؟ لاخر العدد بتاعك. ده حاجة عندك برضو في الخاصية بتاعت الانبوت كابتشر زي ما احنا قلنا، وخاصية بتاعت الايه؟ الاوتبوت كومبير. فاحنا هنمشي بقى واحدة واحدة كده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. ده الاركتكتشر بتاع تايمر 1. تايمر 1 هتلاقي ان له كذا بن طالع على الاوتبوت، منها اول حاجة لو انت هتشتغل على اكسترنال سورس للكلوك بتاعتك، ده الكومبير بنز بتاعتك هما A و B، لان انت 16 بت كاونتر، في 16 بت محتاج 2 بن علشان كل بايت منهم تبقى ايه؟ تطلع له بن لوحده، وله الانبوت كابشر بتاعك. طبعا ده بيبقى متوصل على جوه بالريجسترز بتاعتك، هتلاقي ان في زي الانبوت كابشر ريجستر، هتلاقي الاوتبوت كومبير ريجسترز، دي الكنترول ريجسترز بتاعتك، وفي النهاية هتلاقي كل الفاليو بتاعتك اللي هي بتاعت الايه؟ التايمر موجودة جوه الكرنت فاليو اللي هو الريجستر ده. لو احنا بصينا دلوقتي على شكل المايكرو كنترولر بنز بقى، هنلاقي ان في 4 بن متوصلين على تايمر 1. هتلاقي فيه
بان اللي هي على بورت بي اللي هي بي 1 دي اللي اسمها تي 1، وفي تي بانز اللي احنا قلنا عليهم بتوع مين، بتوع الكومبير، والبان بتاعت الايه الانبوت كابشر دي اللي احنا هنشتغل عليها. الكونفيجريشن بيبقى ماشي ازاي؟ في عندنا طبعا اللي هو حاجة اسمها تي سي ان تي 1، ده 16 بت ريجستر، بيبقى فيه الفاليو بتاعتك شكلها عامل ازاي اللي هي بتاعت التايمر نفسه. في الكنترول ريجسترز هم اي وبي، هتلاقي فيه اللي اسمه تي سي سي ار 1 نسبة ان هو لتايمر 1 يعني A و B. هتلاقي فيه ريجستر اسمه الـ Input Compare Register اللي هو الـ ICR1، هتلاقي فيه الماسك بتاع التايم، الماسك ريجسترز اللي هو الايه اللي عليه التايمرز، وفي للمونيتورز المونيتور ستيتس او الفلاجز، هتلاقي برضو ايه TIFR. في برضو ريجستر اللي هو بتاع الريجسترز بتاعت الكومبير، برضو دول اتنين، ودول هيبقوا اللي هم برضو A و B معايا. نشوف مع بعض دلوقتي ال control register اللي هو TCRA1. انت تخلي بالك بس ان انت عندك ال value بتاعت ال generation mode. ال generation mode دول احنا هنحطهم ب value كام؟ بصفار، عشان يبقى ال ايه النورمال مود. بعد كده انت هنا بتعمل فورسنج للكومبير لل A وال B، لو انت عايز تحط ب 1 على الفاليوز دي. وبعدين هنا هتلاقي ان في المود بتاع الكومبير هنا لل B ولل A لل A. الكنترول ريجستر التاني اللي هو TCR1B، هتلاقي ان في يمكن من اهم البنز اللي موجوده اللي هم الثلاثه بنز بتوع مين؟ بتوع الكلوك سيلكت. والكلوك سيلكت دول اللي هم ليهم علاقه بالايه بالبري سكيل. وهنا انت بتيه برضو زي ما قلنا هنا دول هيبقوا بونز عشان نورمال مود، وهتشوف اذا كنت عايز الانبوت كابشر عايزه رايزنج ايج ولا فولينج ايج على حسب 0 ولا 1. وانت عايز نويز كانسلر، يعني وارد ان الباند بتاعتك يكون عليها نويز، فانت لو عايز تشيل النويز ديت او تعمل فلتريشن فانت تقوم مشغل الايه النويز كانسلر. الكلوك سيلكت بقى احنا عندنا جدول كده بيقول لك البريسيت بتاعك شكله عامل ازاي او البري سكيلنج شكله عامل ازاي. انت دلوقتي لو صفاري يبقى ده مفيش ايه مفيش كلوك سورس اساسا، لو حطيته بواحد يبقى هنا مفيش بري سكيلنج لحد ما ايه توصل ان هنا الفاليو بتاعتك اللي هي 101، يبقى انت بتتكلم على 1024. لو انت بتتكلم على ان انت عامل اسمه ايه ده اكسترنال كلوك، فانت عندك حالتين، يا اما مع الفولينج ايج او مع الرايزنج ايج، ودول الحالتين اللي موجودين عندنا. لو احنا بصينا على ايه الكلوك سيلكت ديت، الكلوك سيلكت دي عباره عن ايه؟ انت بيبقى انت بتختار الكلوك ما بين اكتر من حاجه، منها ان انت يا اما تدخل الكلوك نفسها، الكلوك نفسها ليها حالتين، يا اما تبقى مع الرايزنج ايج او مع الفولينج ايج، فعشان كده احنا عاملين الايه الانفرتر دوت، ويا اما تشتغل على البري سكيل. فالبري سكيل انت بتدخل الكلوك من هنا، والكلوك بتاعتك بقى عندك البري سكيلز المختلفه اللي احنا ايه اللي احنا اتكلمنا عنها. اول حل التاني ان انت تقوم عامل ايه، عامل مش مدخل حاجه خالص ويبقى ايه بزيرو. طبعا نخلي بالنا ان انت لما بقول هندخل الكلوك يبقى دي اللي هي الايه الاكسترنال، ان انت عندك ايه اكسترنال كلوك، او ان انت شغال على الكلوك بالبري سكيلز. طبعا احنا الحالات دي اللي احنا بنختارها عن طريق مين، ايه الثلاثه بيتس اللي في الكنترول ريجستر اللي هم ايه كانوا موجودين في السلايد اللي فاتت. برضو لما نيجي نتكلم على الانتربت ماسك ريجستر، الانتربت ماسك ريجستر بقى هتلاقي ان انت عندك متقسم، هتلاقي دول المجموعه بتاعت تايمر 0، ودول المجموعه بتاعت تايمر 1، ودي المجموعه بتاعت تايمر ايه تايمر 2. اللي يهمنا دلوقتي اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هم تايمر مين، تايمر 1 هتلاقي في عندك انتربت اوفر فلو اللي هو او الاوفر فلو انتربت انيبل، ده واحد.
ممكن ان انت عايز تشغل الكومبير بتاع A و B والانبوت كابتشر برضو عشان تشغله تعمل له انيبل هنا بايه بواحد. في اللي هو الفلاج ريجستر، والفلاج ريجستر برضو متقسم نفس التقسيمه، ادي للتايمر 0 وادي التايمر 1 وادي التايمر ايه لتايمر 2. هتلاقي ان انت عندك لتايمر 1 اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه برضو الفلاج ريجستر بتاع الاوفر فلو وبتاع الكومبير وبتاع الايه الانبوت كابشن. لو احنا يعني عايزين نعمل مثال كده صغير، ان احنا عندنا ايه، عندنا اتميجا 16 عايزين نتوجل بورت بي كل ثانيتين، فهتشوف انت ايه هنعمل ايه دلوقتي. هو بيطالب منك ان انت تستخدم تايمر واحد في استخدام الايه الديلي دوت. طيب انت لو شفت هتلاقي ان انت لو احنا شغالين على كلوك 1 ميجا، هتلاقي ان انت الانكريمنتس اللي احنا اللي هتحصل جوه المايكرو كنترولر كل ايه كل 1 مايكرو سكند. يبقى انت لو عندك 16 بت كاونتر، يبقى انت هتاخد الكاونتس بتاعتك اللي هو اقصى حاجه الاتنين اس كام، 2 اس 16 مايكرو سكند. يعني عشان تكمل الاتنين سكند اللي احنا بنتكلم عليهم لازم تقعد تعد الكلام ده عشان توصل للديلي كامل، لازم تعد كام مرة؟ 31 ايه 31 مرة. طيب احنا هنشوف بقى الكلام ده نقدر نعمله ازاي في ايه في الكودينج او في ال في الكود. طيب اول حاجة احنا هنا هتلاقي ان انت عندك طبعا ايه لازم تعمل انكلود للايه للانتربتس زي ما قلنا، وتعرف ان انت عندك الاوفر فلو كاونت عشان ده اللي هتعد بيه الايه ال 31. في الانتربت فيكتور تيبل اللي هو ايه قدامنا هنا، هتلاقي ان انت قدامك قايل رقم كام، 31 اللي احنا بنعد ايه بنعد بيه. ولما نوصل ان انت الكاونت بتاعك وصل 31 يبقى 2 ثانيه خلصوا، تقوم عامل ايه عامل اوفر فلو تصفره وتتوجل الايه البورت زي زمان عشان تبدأ من جديد. هنا طبعا ايه في المين بروجرام بقى، في المين بروجرام حضرتك هتعمل ايه، هتعمل الجزء بتاع الانيشاليزيشن اللي هو الجزء ده كده اللي هو الانيشاليزيشن بتاعك، وتبدأ تشغل الايه الانتربت هنا، وبعدين تانيبل مين تانيبل التايمرز. وبعد كده احنا عاملين المين فاضية علشان اللي هي الوايل وان بتاعتك، لان احنا بنجرب بس دلوقتي ان انت تشغل ازاي التايمر بتاعك. طيب لو احنا مثلا عندنا مثال تاني، لو انت عايز تشغل المايكرو كنترولر بتاعك انه يبدأ يعد الفريكوانسي بتاعت سكوير ويف جايه لك. طب الفريكوانسي يعني ايه؟ الفريكوانسي هو الزمن اللي انت بتاخده من اول رايزنج ايدج زي دي لحد رايزنج ايدج تانية تحصل عندك. الفرق ما بين الزمانين دول هو ده اللي اسمه ايه، هو ده اللي اسمه فريكوانسي. فانت المفروض ان انت هتشغل المايكرو كنترولر بتاعك ان هو يشوف لما الايفنت بتاع الرايزنج ايدج ده يحصل، تقوم انت تبدأ تعد التايمر، ولحد ما يحصل تاني تبدأ تشوف الايه تشوف الفرق. احنا هنفترض ان الانبوت سيجنال بتاعتي كبيره بحيث ان انت مش هتقدر توصل للاوفر فلو، لو انت مشغل 16 بت كاونتر مش هتوصل للاوفر فلو. يبقى انت هنا الاسامبشن بتاعك مبني على ان انت عرفت ان الفريكوانسي بتاعتك اللي جايه شكلها عامل ازاي، ده اول. طيب احنا هنشتغل بقى في الامبلمنتيشن بتاعنا او التايمر هيبقى عامل ازاي، هيبقى نورمال مفيش بري سكيل، والانترنال كلوك بتاعتي 1 ميجا. هنشغل النويز كانسلر لان انت عايز الانبوت بتاعك لو السكوير عليها نويز تتشال، فبرضه هتعمل ايه هتعمل دوت. وانت عايز الرايزنج ايدج علشان تشوف الفريكونسي، فاحنا هنظبط الانبوت كابتشر على الايه الرايزنج ايدج. وهتلاقي ان دي الكنترول ريجسترز بتاعتك هنا والتايمر بتاعك، دول السيتنج الارقام اللي انت المفروض تبدا تحطها جوه الايه. وده هتلاقي بقى ان انت الكود بتاعك بقى بالشكل دوت. هتلاقي طبعا
ان احنا عندنا ال 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 برضو ان انت بتظبط الايه الانتربت بتاعك هنا، والجزء بتاعنا اللي هو الانيشاليزيشن اللي في الاول، وبعدين بتشغل مين الانتربتس، وفي النهاية برضو الوايل وان فاضية، لان هي انت في النهاية عايز الكنترول يشتغل على طول. وبكده يبقى احنا عندنا تصور، لو احنا عندنا تايمر واحد هنعمل فيه ايه؟ طب تايمر اتنين وتايمر زيرو، تايمر اتنين وتايمر زيرو هتلاقي بس ان هو مفيش الاوتبوت كومبير، لو تلاحظ مش موجود، وانه بدل ما كان 16 بقى 8. فالاعداد اللي انت هتعملها تستخدمها مع 8 بت، 8 بت كاونترز مش 16 بت كاونتر. وبكده يبقى احنا خلصنا المحاضرة بتاعت النهاردة عن التايمرز في المايكرو كنترولر AVR، وشكرا.